معنا الأخ محمد من جدة. تفضل أخ أم محمد. تفضل يا أختي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بسأل الشيخ عن هل يقع الطلاق في طهر زماني في زوجي؟ هذه الطلقة الثانية تعتبر. تقول يا شيخ هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج؟ هذا يراجع القاضي، المطلق يراجع القاضي القريب منه. نعم. المحكمة أو يأتي لدار الإفتاء. طيب. في الطائف وينظر في مسألته إن شاء الله. أحسن الله إليكم.